وانطفأ سراج الفن بعد أكثر من 50 عاما كان فيها معطاء لوطنه بلحن النشيد الوطني والكثير من الأعمال الوطنية الراسخة، منها بلادي بلادي منار الهدى التي لحنها قبل 43 عاما. انتقل إلى رحمة الله الموسيقار سراج عمر، وهو أحد أكبر الموسيقيين السعوديين عن عمر يناهز 72 عاما. حقيقة قد أتكلم عن شخصيته أكثر مما أتكلم عن يعني فنه وعن عطائه الكبير اللي قدمه للأغنية السعودية من بداية يعني دخوله هذا المجال وهذا المعترك الكبير. استطاع سراج أن يجد نفسه ويجد له كيان في طريق أو تطور الأغنية السعودية. هو سراج الفن وسراج المحبة وسراج الجيرة وسراج الأبوة وسراج الأخوة وسراج الصداقة، فأنطفت الآن من سراج. فندعو الله سبحانه وتعالى إنه الله يرحمه ويغفر له ويبيحه، وبفقده فقد الشارع في الحي الرويس جار عزيز على الكل والجميع، إنسان خلوق في جيرته ومحبته لجيرانه وأصدقائه وأحبابه. كان يعني علم ليس بس أمام الجمهور، بل كان حتى في بيتي كان محب وعطوف، كان دائما يجمعنا حواليه في تآخي وفي وئام وجميع، ويجمعنا في أغلب المناسبات، وكان أب حنون لنا. الموسيقار سراج عمر يعتبر من المخضرمين الذين عاشوا في زمن الفن الجميل والحديث، وكان عضوا مؤسسا في اتحاد الفنانين العرب وكثيرا من الجمعيات الفنية التي قدم خلالها الراحل إضافات فنية سجلت باسم وطنه السعودية. عبدالله الخرجي، الإخبارية، جدًا.